Sir. Right. How busy are you, sir? واش نولي لك تفضل انت اللي لاربي دو سونتر جان ان شاء الله الى حمرني هيا بيان
ولود واش عمرنا؟ لاباس ما جبتيش فلاش ديسك واش راكم ماشي؟ واش دير فيه؟ عليه واش بهم ليكيب تاعك؟ والله ما على بالي راهم ملاح. اه ملاح ها؟ هو راهم بيان كاع. ايا صافا يا عمر. واش عمر؟ انا ملاح عمر خليهم عمر واش به الاربيت واش به؟ الاربيت راه شويه راه الميل الباكور كاين هذا هو الباكور. الباكور. واش بهم ليكيب تاعك؟ واش بهم ليكيب تاعك؟ ملاح شويه. اه وشكون اللي راه ديريجو هنايا؟ العباد اللي انت والله والله هشام من الجزيره. خليه يشوف اللقطه خليه يشوف اللقطه. واش رايك في الماتش؟ اه خليه خليه كيماركو دوك كيماركو. لا 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 عاودتي صوتي. واش بهم ليكيب تاعك؟ سؤال تاع راك ديريجيهم؟ اه ملاح شويه ولا؟ اه يا بيان. Yo me voy a dejar.
نقعد على خلاص ما نعمل هذا نخرجوك نقعد طوبي اي هاي قال بك هذا ما تسقيش عليه قال يلعبوك كل رب انا تسقيت انا خي عقلية ماركيلهم باللعب هذا تماركيلهم عمر صامي يا رامي يلعبوك اخذ الله شوف شوف مع الاول يا شيخ يا سلم يا سلم وقول لك على الاول خيخ راي اختار البيطراش تاع الخلا عمر هكذا تخسروا على بالك الله ما شكون هذا البيوضه شكون يا فيبو يا فيبو يا فيبو يا عمران اخرج ما فيهاش الضوار جابهم شكون جابهم اي 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 صور بايا
صح 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 ريال بوطي شاو لسان بارش انا فاميليا خلاص مالا احنا ريال وهم ميلا مولو درسة عندك لا لا ما عنديش يا رياض الجواح وش بك حميد مازال ما خرجت جيبهم لي الجواح مولو يا جيبهم لي باش حميد الجواح ها رياض الجواح عطى لهم بينالتي بعد الماتش شحال بعتوا شحال خويا خلصوا لي غير في دور مراكش شحال مازالوا ملعب بزاف واش حبيت نقول اه مي جابوا هذو لي اورونج افريكا دو قالوا Hey, Fatia, hey, Fatia, hey, Fatia, stop!
Thank you.
Uma vantagem à câmera. Thank you.
اخرج يا امير. ما تروحش بالعقل 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 ما تروح ليه ما تروح تجري وين بالعقل حميدوش بالعقل ركي فيري خويا ركي فيري بالعقل 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 لا ما تصفر ميدوش ما تعيش روح خويا بالعقل ركي فيري كل ما تروح غزل الماتش هذا وبديتو لعبوا النور خير لعبوا النور خير سامي لعبوا النور لعبوا النور سامي عليه كما علاش كان لازم يمدوش كامل انا من الاول يلعبوا اللور الاخرين يدخلوا يخلوا على الله فينا مع المغرب باش تخرج روعه
كيفاش طاح. شكون يربح اليوم؟ شحال يربحوا؟ Thank you.
Thank you.
Yeah.
خلاص دوكا كي جاو الحماية صعيب ما بقاش دوكا كي بيا انا شي حاجة يعرف روحه الى ما راه مليح ولا لا مليح مليح ايبا روح خلاص ماشي اصيل راضي مروه شرب
ماش كان يا بدي فيها تاش حرف مازال مازال ما خدمش غرو كومبلي غرو كومبلي لا صاب لي غرو كومبلي الله يبارك الله يبارك العشرة راه قاعد ده حق روك ها يا خا عيط راك هنا اليوم انا هنا اليوم دائما قاريطا دائما دائما جوكر جوكر ورقة الربح هيا عمر تربحوا اليوم ان شاء الله نربح شحال شحال ان شاء الله شحال سروادو سروادو لا 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 عطينا كلمه معليش قولها هكذا برك على امبروفيز برك واش رايك في الدوره يا سيدي واش رايك في الدوره كيفاش الدوره انت اللي كنت تسقسيني واش رايك في الدوره وانا اللي نظمتها اسمعك واش السير تاع الطياب انا نعطي لك واش يقول انا نعطي لك واش رايك في الدوره داير بيتريب برا كي كرتون برا دوره ولا رجع دوره جا بيتريبو واللي خسر الدوره نبيل لك حل هو اللي خسر الدوره ضرب على الصوره نبي لك على الصوره لكن نبي لك على الصوره الصبار هذا ضرب الربيب هذا هذا مش كتر هذا تاع الجوكي ضرب الربيب دراهم فمك خسروا مال تريبو واه تريبو هما سببهم نبي لك حلوه سببهم خلاص معليش ويجي لهنا ويبيع الزطله في الفايدة ماشي كان يطلعهم غدوة شيبار 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 يا نيس وعليك يا نيس
بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. يا رب. على قد شحال في عمرك؟ ورا باباك؟ واسمو باباك؟ واسمو ديجا؟ قول واش تلعب؟ واش تلعب؟ واش تلعب؟ مع من تلعب؟ مع باباك. راح تدور؟ شكون مركا احمد؟
Thank you.
زيد عطي لي وحده تقادر خلي وحده انا معلق هذا يا سلام اه اه حنا صورني كي نعلق له النظام على حسابك حاجة. عند الحاج عند الحاج
الكوب حط لك في الوسط حط لك تحت. اه ملي تريبين يخرج ملي تريبين جوني يعني باك يلا 180 دوك ها Thank you.
Thank you.
Thank you.
على الشتا مع السخانة هذه شتا وليت. حفظك. يا عطينا كلمة. قايم بالدور ما شاء الله. اه هو سامتي. الجانب الإعلامي راك ننجح فيها. هيا بيا هيا بيا. مليح وشنو هذا الأمور يا أخي كاع تدار في الفيسبوك. يا سيدي يا سيدي. الله يحفظك. ماشي مشكلة. نديروا كلمة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله.
تبلش تبلش تاع صابليات تاع وصفه عاشي هكذا عطيها في الباكي عطيها في الباكي
هذاك من هيك. قول شوف هيا قول يوم ادينا والو من عندهم لو قاعد روح روح وحده بلديه صار جي هذا تلعب مسيره كلو الدنيا نحن ما نطلع كوره بدون اسمه
ايوا اه ها هو انا باكا
سليم سليم شوف كيفاش باش عباك راني وحدي شويه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئ الفريق الناجح ونشكر الفريق الثاني ولا نقول الخاسر لانه وصل الى النهائي فبارك الله فيكم جميعا ونشكركم على انضباطكم وعدتمونا فوفيتم بارك الله فيكم إذن نرحب بالسيد اسماعيل بن خوخة نائب رئيس الجمعية وطنيا نرحب به مشكورا مع الضيوف الكرام جميعا أولا يتقدم الحكام الأربعة مشكورين مأجورين إن شاء الله لنبدأ بهم لكي يستلموا هديتهم وهذه الهدية بالنسبة لما فعلوه وما قدموه بسيطة جدا فمشكورين إن شاء الله تفضلوا يصعد إلى المنصة رئيس البلدية مع رئيس الجمعية مشكورين حتى يوزعوا لنا الجوائز مع أبو المرحوم جمال معزوز يتفضل إلى المنصة مشكورين إذن تقدموا مشكورين تصفيقة من الجميع ماشي انا وحدي انا كنني شكرا سي كمال على بالي فيها أوي سي سي أوا إن شاء الله الشهادات من بعد خليه الشهادات من بعد نتصل بكم ونعطيهم لكم لأن الوقت متأخر جدا فاستلموا الهدايا ثم الشهادات من بعد يلا يلا بالك سليم بالك سليم بالك اسمع يلا حاج بالك يا ربي على يا سليم سليم روح في ظهري من تشكي وجهي حكيم بالك يلا يا زكي يا فريق الفريق بالك بالك شكرا شكرا تفضل صحه زكي مليحه زكي مليحه صحه امير صحة قديرة بلك عمران بلك يلا صحة إبراهيم صحة إبراهيم صحة إبراهيم Thank you.
صاحب الخير صاحب الحلم صاحب 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 الله صاحب صح اخويا صح اخويا صح قدير صح برك حكيم برك الفريق يتقدم الى المنصة. يا زكي يا كيلو حق. انتم ايضا لكم كأس. دور لنا دور 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 دور. والان بعدما وزعنا صف الاراء على الجمهور الكريم اختاروا لنا احسن فريق هو فريق افريقيا عبد الغني وسع 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 ولي شوية الله ولي شوية الله يا سليم يدور من فضلكم هو رئيس المحطة يتفضل السيد أحمد أبزار لكي يسلم له الأهلية مشكورا عضو المجلس البلدي الشعبي البلدي ثم نرجو من يا ليجان كله شوية للنور باش نخدم كله شوية للنور ولو من فضلكم من الوراء قليلا ما نقدروش نخدموا هكذا يلا مشكورين هدوءا ثم احسن هداف اختار لنا الجمهور احسن هداف هو السيد او اللاعب احمد غوري احمد نور عندي يا السيد النائب خالد فراش لكي يعطيه الهدية شكرا ثم احسن لاعب عبد الغني الله يحفظ دخل من خدمه احسن هداف والان احسن لاعب اختار لنا الجمهور احسن لاعب وهو اللاعب زكريا توزود يتقدم السيد رابح تلحريز عضو المجلس الشعبي البلدي لكي يسلم له الهدية واخيرا اختار لنا الجمهور احسن حارس مرمى وليس الذي سجلت له الاهداف
وإنما من جانب الانضباط أيضا، وهو إبراهيم العار الحارس حمزاوي فضل الله. من فريق الدارة يتقدم السيد يبسط إبراهيم عضو المجلس الشعب البلدي ليسلم له الهدية، وهو أيضا من الدارة. عندنا اصبروا معنا قليلا صاحب الرقم هو 1633 حمداش خالد. الشعبي البلدي هنيئا له بهدية. نسحب مرة أخرى، نسحب رقم ثاني لنرى صاحب الحظ. يلا البرعون تفضل. ديرش انا والله ما ندير. قالوها الغاشي. صاحب الرقم هو علان نور الدين. وين السيد احمد ابصار مع النائب خالد حمداش. وصل إلى الوراء من فضلكم. اجمع، دعونا نشتغل. افسحوا المجال، افسحوا المجال. افسحوا المجال من فضلكم، افسحوا المجال. يلا التحق الجميع. Got him.
المنزله النهائيه طبعا الواحد اللي يسلط النهائي مع المشخصات
ميدالية خير من تجيب كيما نقولوا تسعى الميدالية الذهبية راح تاخذ كيما نقولوا 100% ولا 120% من المنطقة تاعو والحكم مع مولاي التوبي اللي كان في المناسبة الأولى العربي من مستوى ريبوس اللي هو الثاني يعني لكن في المناسبة باش أهم دور نهائي أنا كي عاود تفرجت المنازلة بعد دور نهائي وكأنها ليست منازلة نهائية على كل حال كيما شافها الجزائري والحمد لله يا ربي وقبلتنا نرفع العلم الجزائري اسامة الحمد لله شكرا أيضا قبل مواصلة النقاش مشاهدينا الكرام كاميرا قناة الجزائرية اقتربت من السيد سعد نبيل رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة الملاكمة وسيد محمد جلاب أيضا مدرب المنتخب الوطني للملاكمة وعدي التصريحات التالية دائما بالأخص هذا الموضوع خمس ميدالية ذهبية في دورة واحدة نظن باللي نتيجة مشرفة وراضين بها. Monsieur Sachs, c'est une performance que ça n'a jamais été réalisée par aucun pays dans toute l'histoire d'hygiène. كان بعد صعب في طوكيا سمت المنتخب الوطني بالكينج دورينج زيرو دورينج. احنا سمينا احنا الكوب دو لافريك. انا نقول نتيجة هذا روحة. كينج دورينج. نعم. فرحتنا انه لديك صراحه انتم كاتحاديه ما هي الاهداف التي كانت مسطره من جانبكم قبل التنقل الى تركيا بكل صراحه احنا بالنظر الى الامكانيات والظروف ايضا احنا بكل صراحه احنا كل امكانيات اللي نحب ولا نكرر وزرعتهم هي الصح ان الفريق اللي كان كاتحاديه كل اعضاء اتحاديه اعضاء مارسوا الملاكمه يعرفوا وش يعني الملاكمه ويعرفوا وين يقدر يجي من اهل الاختصاص والشيء احنا اللي ساعدنا هي دورة كيبا اللي تنقلوا بها الملاكمين و سيرا جورج نقدروا نسموها سيرا جورج في الاكسبيرينس بطولة عالم مسخرة بين 20 تقريبا دولة من احسن الملاكمين اللي كان مستوى رفيع وما يخفلكمش ان احنا كاتحادية كنا في احدى القنوات الجزائريه وكنا معروضين وشخصيا انا كنت معروض وسالوني ما هي الاهداف قلت بكل سهوله وبكل بساطه الوصول ليس الوصول ستتلقون مفاجات في الملاكمه والحمد لله ولكن نريد مزيد من هذه المفاجات سيد فرحات 500 درهم ذهبيه على منصه دول نريد مزيد من هذه المفاجات ليس الان بعد